الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عدوا إلا خذلته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية
ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وإلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنه بطانة السوء برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل
واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم تقبل منا ومن جميع المسلمين صيامهم وقيامهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهكذا أمنا جموع المصلين في بيت الله الحرام خلف فضيلة الشيخ علي جابر الذي أمهم للجزء التالي من صلاة التراويح ثم صلاة الشفع والوتر نسأل المولى القدير أن يتقبل من الصائمين صيامهم ومن القائمين قيامهم وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته